لماذا يستخدم 10% فقط من سكان العالم يدهم اليسرى؟ وهل حقاً هم أشخاص متميزون أكثر من غيرهم في القيام بمختلف الأنشطة في مجالات الحياة المتنوعة؟ على الرغم من عدم تمكن أي شخص من شرح سبب هذه الهيمنة لليد اليسرى على عدد ضئيل من سكان العالم، إلا أن بعض الدراسات أشارت إلى أن الأمر يتعلق بطريقة ترتيب الدماغ في نصفي الكرة المخية، حيث يتحكم النصف الأيسر منه عادة في الجانب الأيمن من الجسم، ويتحكم النصف الأيمن في الجانب الأيسر من الجسم، بينما يعتمد الشخص الأعسر على الدوام على النصف الأيمن، ويتحكم نصف الدماغ الأيسر في الكلام واللغة والكتابة والمنطق والرياضيات والعلوم، بينما يتحكم الجانب الأيمن بالموسيقى والفن والإبداع والإدراك والعواطف والعبقرية. ولذلك فإن الشخص الأعسر غالباً ما يكون مبدعاً أو مفكراً. ولهذه اليد ميزات وخصائص مدهشة، ففي تقرير نشرته مجلة ريدرز دايجست عرضت من خلاله عدداً من الميزات غير المعروفة عن الشخص الأعسر، منها أن الشخص الأعسر لديه قدرة على استخدام كلتا يديه بشكل لافت، فالعالم كله يميل لاستخدام اليد اليمنى في أزرار القمصان والسراويل والأبواب ومقاعد الدراسة، بالإضافة لتفوق أصحاب اليد اليمنى في الرياضيات كالملاكمة والتنس والغولف وكرة القاعدة، كون أغلب المنافسين يجدون صعوبة في مواجهة شخص أعسر في هذه الرياضات. أما تاريخياً، فهناك العديد من الشخصيات الفريدة في العالم والتي تركت أثراً كبيراً وكانوا من مستخدمي اليد اليسرى على اليمنى، مثل الرسامين مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي، بالإضافة لبعض المخترعين مثل الفيزيائي نيكولا تسلا، ستيف جوبز وبيل جيتس، حتى أن العالم توجه لإقامة اليوم العالمي للاحتفال بالعسر في 13 من أغسطس، وهي طريقة للاعتراف بأولئك الذين ولدوا يستخدمون اليد اليسرى بشكل أساسي.